هذا هو العجين ديال الملفاي المورق، حنايا طويناه. دابا غادي نهزوه نديروه في اللاطا، نقوليها على هذا هكا حيت رفعت سبق ليا وصايبت معكم هذا، درتو في بالمين. من بعد غادي طيب غادي يعاود نقادوها. دابا غادي نشدوها وغادي نتكوها هكا بهذا، ونعطيها واحد الوقيت مزيان باش ترخف، وملي نديروها في الفرن طيب ما تكملش لينا العجينه، تبقى هي هي. دابا غادي نحضروا كريم باتيسير ديال الكراميل. عندي هنا 4 البيضات، جوج صفرين وجوج ديال 4 البيضات، درت غير جوج صفوره وجوج ديال البيض ديال البيض. وغادي نديرو هنا السكر، ثلاثه هاد المعالق هنا ديال السكر. وغادي نديرو هنا ساشيه ديال الفاني وشويه ديال الملحه، قريصه ديال الملحه، قريصه ديال الملحه. وغادي نخلطوا هاد البيض هو هاد السكر هو البيض، وكنزيدوا هاد كريم باتيسير حتى هو جوج معالق ونص. صافي كنخلطوا هادشي مزيان شويه باش ما يطيرش لينا كريم باتيسير. دابا غادي نديرو السكر هنا في الكاسرونه، كاس ديال سنينه باش نحضروا الكراميل. هذا هو الكراميل، هو كيدوب، حركوا غير بحال هكا. نهلو عليه شوي العافية، ما نجهدوهاش بزاف باش يطيب في خاطرو. صايب شوية حتى كيدوب السكر. كيجي زوين هاد كريم باتيسير ديال الكراميل، كيجي زوين في ملفاي. هو بدا دابا كيدوب كامل، لا عطي الوين زوين ومحروق ما والو. دابا غنزيدو معلقه ديال الزبده. نحط ديال الزبده ونحركو مزيان، نحركو حتى متبقاش دير ليا الكشكوشات. عاد من بعد غنبداو نخوي الحليب، الحليب عاود غنخوي بشويه بشويه نستطرو ديال الحليب. دابا درت هاد الزبده ديالي، مبقاش داير الكشكوشه مع السكر. دابا غنزيد الحليب شويه بشويه، بقى يتجمع هكا ماشي مشكل، من بعد غيدوب. هاهو كيتجمع شتي كيولا، بقى يولي بحال هكا من بعد راه غيدوب. نزيدو شويه العافيه باش يدوب لينا هذا سميتو،
ونكملوا الحليب ديالنا كامل، نستدرو كامل خصو يكون. دابا نخليو يغلي مزيان، نبغي نضيضو هادشي كامل. دابا بعد ما وجدت ليا الكراميل، دابا غادي نزيدها على هاد البيض و هاد سميتو، غادي نزيد على هاد البيض هو والسكر كريم باتيسير، غنزيد عليهم شويه بشويه وانا كنحرك. خاصنيش نخوي عليه بقا وحده غير شويه ديما مع التحريك. ما يجينيش عاوتاني يتحرق لي صافي، وغادي نبدا في التحريك. باش يعقد مزيان هلقة ديال الزبدة صغيرة، الكرمة ديالنا وجدات. هاي شتي كيف جات، عندي انا جوج بيض ديال البيض، ودرت هنا قبيصه ديال الملحه، نديرو جوج هاد البيض ديال البيض ونزيدو هاد الساشيه ديال البيض. الشكل ديالو يكون ثقيل، ما يكونش جريت يبدا يجيكم الديكور خايب هاك. هذه هي الملفي ديالنا بعد ما دخلتها الفرن، جات مقرمشه مزيان وطايبه، جات مورقه. دابا غادي نقسمها، هادي هي هادي، غنخليوها دير شويه عاد غادي نرجعو عندها باش نعمروها. هذا هو الكراميل، كيجي بحال هكا، كيجي زوين غزال بزاف. خليته حتى برد وزدت عليه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده ودرته في الطراب، طرب مزيان، ودابا ها هو واجد. حنا غادي نصاوبو فوق الحلوه ديالنا. دابا غندهنوه كامل، غادي ندهنوها وغادي نحطو الورقة الأخرى فوق منها، وغادي نديروها في الثلاجة حتى كتبرد مزيان باش تشد راسها مزيان كون، وغادي نخرجوها عاد غادي نزينوها ونقطعوها. كندهنوها كاملة،
هذاك. باش يجي كله الكراميل كامل الداخل ديالها وفي الجوانب كاملين دهنوهم بحال هكا. غنجيبو هادي عاوتاني وغادي نحطو هكدا بحال هكا باش تجي مقادة بحال هكا. ونضغطو عليها مزيان غنحطو عليها شوية تقل باش تشد مزيان. من بعد غادي نقادو ونقطعو ونقادوها كامله صافي. دابا غادي نخليها حتى تشد مزيان وعاد من بعد غنزينوها من الفوق بالكلاصاج. هذا الكلاصاج ديالنا ديال الحامض. هذا الكلاصاج ديال الحامض غنوزعو كامل فوق هاد الحلوة كاملة. حنا قادين الكلاصاج ديالنا هاكا دابا غادي نصايبو هدا كراميل تاولا. شوف دابا غادي نصايب الخطيطات ديال هاد الشوكولا بحال هكا. شوف معاه كامل بحال هكا هدا الشوكولاط مع الكلاصاج خلطتهم ديال الحامض. درت فيه ساشية ديال الشوكولاط بودر صافي. كنمشيو معاهم بحال هكا ونرجعو لهم في الاخر كنقادوهم. دابا غنمشيو هكا باش يعطينا هاد الخامة هكا. شوف كلشي هادو كنرجعو عليهم هكدا اش كيعطيونا بالخطيطات هكا صافي. هكدا هذا هو الشكل النهائي ديال الميلفي اللي وجدت معاكم ووريتكم الطريقه من الاول حتى الاخر وطريقه ناجحه بزاف بزاف وغادي تعجبكم الا تبعتوا الطريقه ديالها. وجات مقرمله وهشيشه كنحط فيها الموس كيدوز ولكن عطيتها الوقت باش بردات وعاد قطعتها ودابا ها هي درتها في طبق تقديم
ودعمونا في القناة وديروا جيم وبارطاجوه مع الأصدقاء والأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله.